بكر لعنات، بار عمر لعنات، بار عائشة لعنات. Now it's time to start speaking openly. No more secrets. No more caring about people's feelings. Okay? That's the way you want it. That's the way you're gonna get it. It's the Bruce is coming out now. Yeah? And you think you're a big man? You're talking about the Ummahat al-Mu'mineen. You're talking about the mothers of the believers. You're talking about the Khulafa al-Rashideen. You're talking about the sacred symbols for the Sunnis, and you think there'll be no response. This is not debate talk, this is fight talk. You're coming out vulgar, and you're trying to desecrate our symbols. Here's what I say to you. Can you put your money where your mouth is? Are you like a child, that you're just talking big, but you can't actually act big? So let's put your money where your mouth is. Let's put your money where your mouth is. Let's do a fight, a legal fight. Let's do it. Let me humiliate you, bro. Just take the beating. Take the humiliation. I just want to fight. I just want to fight you. That's what it is. A legal fight. Let's do it. Let's not waste time. Let's not talk about debates. Let's not talk about this and that. You're an unworthy opponent. You, all of you need to go to a mental hospital. السلقلقي ياسر الخبيث يعترف بعبادته للكواكب والنجوم وأمور السحر والشعوذة. انتقل السلقلقي ياسر الخبيث من عبادة الهياكل العظمية ودعوة أتباعه إليها إلى عبادة الكواكب والنجوم والسحر والشعوذة. هؤلاء يريدون نبي الله إبراهيم كما دعا أجدادهم من قبل عبادة الكواكب والنجوم، ونبي الله موسى كما دعا سحرة فرعون. فلنشاهد إمام الجواد عليه الصلاة والسلام، وأنه لماذا لا يشد في أيام يعني وجود القمر في برج العقرب، وكذلك مثلا إيقاع عقد الزواج اللي بعض الروايات تقول أنه ليوقع عقد الزواج في والقمر في العقرب لم يرى خيرا أبدا. اللي بعض الروايات تقول أنه ليوقع عقد الزواج في والقمر في العقرب لم يرى خيرا أبدا. هل تعلمون ما هو الحرز الذي يدعو هذا السلقلقي أتباعه إليه؟ ندخل الآن إلى موقعه، وسأضع لكم الرابط في في أسفل الفيديو لتعلموا بحقيقة سحر وشعوذة السلقلقي ياسر الخبيث. ندخل إلى الموقع كما ترون معي، وهذا سؤال من امرأة، وننزل في الأسفل لنرى أنه يوصيها بهذا الحرز. انظروا معي، ألف لام ح واحد 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 ثمانية تسعة ون وعين، أعوذ بالله. انظروا إلى الطلاسم السحرية والشعوذة في الصورة الأولى، وأيضا التي في تحتها. يوصي السلقلقي ياسر الخبيث أتباعه بأن يتمسكوا بهذه الطلاسم السحرية الشيطانية، ويزعم أنها لآل البيت. ثم ننظر نرى كما ترون مكتوب الآن جيم ثلاثة، ينبغي إدامة شد الحرز على العضد الأيمن للطفل، وجيم أربعة، ابقي الحرز مشدود على الدوام هذا السحر وهذه الطلاسم حتى يتخلص الطفل من الحالة الحرجة. مكتب السلقلقي بلندن، طبعا لابد أن يكتب مكتب السلقلقي بلندن حتى يتهرب بعد ذلك ويقول ده المكتب، وهو الذي يكتب هذا بنفسه أو يفتي بهذا. طيب، ما العلة أيها السلقلقي من هذه الطلاسم؟ وما العلة من عدم جماع الرجل زوجته والقمر في برج العقرب كما تقولون؟ هل تعلمون ما العلة؟ نشاهد الإجابة. نحن الآن نعترف، نقول لم نفطن إلى علة النهي
عن إيقاع العقد عقد النكاح في والقمر في العقرب أو على شد حرز الجواد عليه السلام على العضد حرز الجواد عليه السلام على العضد والقمر في العقرب ونحو ذلك مما أنبأتنا به الشريعة وعلمنا إياه أئمتنا الأطهار عليهم السلام. العلة لا أدري، العلة ليست معروفة. يأمرهم بالسحر والدجل والشعوذة ويخاطب عقولهم بأنه لا يدري. يا عقلاء الشيعة، أما أنا لكم أن تفيقوا من أيدي هذا الساحر الدجال عابد الكواكب والنجوم الصلقلقي ياسر الخبيث؟